العقد التنازلي صفقه لو تمت بين الاهلي والزمالك تستحق لقب صفقه القرن. استاذ فتحي، صفقه الاهلي والزمالك لو تمت يعني ايه؟ مش تستحق يعني صفقه ما بين الاهلي والزمالك، لعيب يروح من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي، لو تمت تقول عليها صفقه القرن. عبد الله السعيد يرجع الاهلي. استاذ جمال، زيزو يروح الاهلي. ماشي، نروح للسؤال اللي بعد كده. لاعب تتوقع رحيله عن الاهلي في يناير المقبل. استاذ جمال، بيرستاف. استاذ فتحي، اعتقد بيرستاف. بيرستاف. نروح للسؤال اللي بعديه. الاسئله بصوا الاجابات ما بتكملش 3 ثواني. صفقه يحتاجها الاهلي في الانتقالات الشتويه. استاذ فتحي، الاهلي محتاج قلب دفاع. استاذ جمال، الاهلي محتاج قلب دفاع. ماشي، السؤال اللي بعد كده. هل توافق على تعيين خبير اجنبي لرئاسه لجنه الحكام يا استاذ جمال؟ لا لا، لان مش مستاهله خبير تحكيم. السيستم والنظام واللائحه بتجب كل حاجه. استاذ فتحي، لا اوافق مطلقا. لا توافق مطلقا. ماشي، السؤال اللي بعد كده. لو كنت رئيسا لاتحاد الكره سيكون اول قرار في عهدي. استاذ فتحي، اجراء تعديلات جذريه على نظام المسابقات في مصر وتقليص عدد الأندية اللي بتلعب في الدوري الدرجة الثالثة والرابعة بحيث لا يشارك إلا من يستطيع، عشان الناس بتموت من غير عربيات الإسعاف. أستاذ جمال، أول قرار إن أنا قلته قبل كده، إن لازم تعمل منظومة عالمية قوية، تعمل مدير تنفيذي قوي، تعمل تغير الجهاز التنفيذي بتاعك لأنه في عوار كبير. ماشي، والمنتخبات أمانة في رقبتك لأن ده الجزء الجماهيري. ماشي، نروح للسؤال. وتحسن علاقتك أو تطور علاقتك مع حسام حسن. هي اتطورت. طب وعملوا قعدة كويسة. هل تتوقع أستاذ فتحي إن يبقى في مشاكل ما بين الكابتن إيهاب وليد وكابتن حسام حسن؟ إطلاقا. الاثنين عندهم من الذكاء إن هي الأمور تمشي بشكل كويس واتكلموا مع بعض. ماشي، نروح لآخر سؤال. أفضل وأسوأ قرار لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي. استاذ جمال، افضل ولا اسوأ؟ الاثنين، افضل واسوأ. انا بدور على الافضل، هو عمال يعني ادور على الافضل. الافضل، افضل قرار ان هم هيمشوا. ماشي، ده افضل قرار. استاذ فتحي، انا مش لاقي افضل قرار، لكن شايف ان اسوأ اسوأ قرارات خدوها بتتعلق بالمعاملات الخاصه بتسيير المسابقات بشكل يدي ثقه للمواطن ان الامور ماشيه صح. يعني مساله الاداره نفسها على بعضها كده ما كانتش مقنعه بالنسبه لي.